تتألف هذه الدفعة من 330 تلميذا خضعوا لتدريب قاعدي مكثف بغرض إعدادهم بدنيا ومعنويا، كما تلقوا تكوينا نظريا شاملا تناول مختلف المعارف القانونية والمهنية التي يتطلبها عملهم في المستقبل. لقد أشرف على تكوين هذه الدفعة كوكبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة وضباط وضباط الصف العاملين والمتقاعدين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، إضافة إلى المدربين والأساتذة العاملين بالمؤسسة وأعضاء بعثة الشرطة الفلسطينية. ولكل هؤلاء خالص الشكر وعظيم الامتنان على جهودهم الكبيرة في إنجاح جميع مراحل التكوين على تكوين هذه الدفعة. والشكر كذلك لكافة الطواقم الطبية والأمنية والخدمية بالمؤسسة على جهودهم الرائعة في احتضان ورعاية أفراد هذه الدفعة بكل عطف وجدارة.